السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الحمل، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا وليس أمرا انزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. ورد الحمل، شايف عندك هنا أنت محتاج هنا تبعد عن فئة معينة، محتاج تبعد عن فئة يعني معينة من الأشخاص اللي حواليك، من الأشخاص اللي حواليك، لأنهم أشخاص متعدد يعني الوشوش. أنت مش مرتاح ولا قلبك مرتاح. هتسامح، هتسامح شخص رغم عيوبه الكثيرة معاك. وفي عندك هنا الفترة دي شخص يعني هذا الشخص يتقلب أو يقلب وشه عليك، هيقلب وشه عليك في الكلام، يعني شاف إنه هيقلب وشه عليك في الكلام، بس أنت هتصبر وهتستحمل لأنك محتاجه أو محتاج تكون معاه بهذا الفترة. يعني هنا في شخص بقول لك، يعني هنا في شخص يعني اللهم صل على سيدنا محمد، شخص قد يعني محاول يعني أو بيحاول يسرق فرحتك، بيحاول يسرق فرحتك من بعيد، شايف برضو يعني من بعيد لبعيد، ولكن رب العالمين هينصرك عليه وهينصرك عليه. شايف هنا قاعدة بينك، قاعدة بينك وما بين شخص بتحط فيها كل الشروط، في قاعدة ما بينك وما بين شخص، شايف ان انت بتحط فيها كل الشروط، وهتطلع من القاعدة دي بكلام حاضر ونعم، هتطلع من القاعدة دي بكلام حاضر ونعم، بس على ما الشخص ده يعني شخص دور ظهره عنك، يعني يدور ظهره عنك، تنسي الكلام كل الكلام. بس احذر من شخص بيتعامل بالسحر والاعمال، احذر من شخص بيتعامل بالسحر والاعمال. اخواتنا في الله، هاي الشخص شايفه يعني بتاع سحر، شغال في الاسحار والاعمال، لان حياتك فيها اذى، شايف حياتك فيها اذى من هذا الشخص، فيها يعني وقعات صحية وراء بعض، يعني بس في منطقة المعدة برضو، شايف عندك المعدة هي أكثر شيء بيتعبك بهالفترة. شايف هنا في موضوع، يعني الموضوع ده محكمة بيخلص معاك، في موضوع محكمة هيخلص معاك بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله. بس هنا عندك أشخاص، أنا شايف عندك هنا أشخاص دول حواليك بتبص، يعني شايفه ما بيبص عليك، عايزين ياخدوا فرحتك الناس دي. شايف هنا في حد بيسأل عليك، بيسأل عليك عدة أشخاص بيسأل عليك مقربين منك. يعني شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد شخص، بس حتى لو إن انفك، شايف في بلوك ما بينك وما بين حد، شايف هنا يعني بلوك بينك وما بين حد، بينفك وما بين شخص، بس حتى لو انفك بيردع يتعامل، يتعامل والعكس صحيح. شايف ان انت تعرضت لازمات كثيرة، شايف عندك ان تعرضت لازمات، يعني الازمات دي كثيرة ورا بعض، وكأنك بتطلب من رب العالمين انك يعني او انك تتحرر من الامور، تعباك وضغطاك، حتى يعني شايفينك يعني او شايف نفسك طفشت زهقت من المكان لمكان. احذر من إنسانة، يعني الإنسانة دي أرملة، لأن لسانها هيكون سليط عليك، هتدي لك فرصة وبإيدك هتقطعها منهم، يعني هتخلص منهم، هتخلص منهم. في عندك هنا واحدة ست، في واحدة ست حامل، هيكون في بينكم يعني في بينكم كيد، يعني كيد أو مناقشة عنيفة، كيد أو مناقشة عنيفة. في هنا
مش معناها انك يعني انك نفسك تغير يعني لها. شايفين ها؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، في وحده هو اللي يعني او قادره على تغيرها، شايفه انها تشتكي وهترفع، يعني الست دي هي قادره انها تغير لك حاجات كتير، هتشتكي وهترفع ايدها الى الله، هترفع ايدها الى الله على شخص، يعني الشخص ده أزاهد ربنا هيتقبل منك، وفي مبلغ مالي ديني، مبلغ مالي ديني كبير بيوصل لك عندك. شاف في سفر قريب، سفر قريب ليك، عندكم سفر قريب، والسفر دي في يعني راحة ليكم، في راحة. شاف هنا يعني انا شايف ان انت محتاجه تبعدوا عن السلبيات اللي موجوده في حياتكم. هاي القراءه للرجال والنساء، فانا بقول ساعات ممكن تكون محتاج او محتاجه، فبالقراءه هاي للرجال والنساء اخواتنا في الله. يعني انا شايف ان انتم محتاجين تبعدوا عن السلبيات اللي موجوده في حياتكم، او يعني في حياتكم او مقصر عليكم، يعني بشكل يومي انت مفتقد الفرحه او مفتقد الفرحات، يعني مسبب ليك المتاعب النفسيه، مسبب ليك عندك متاعب، عندك خنقه، عندك ضيق، وبسبب السحر، المراه الساحره اللي بتتعامل بالسحر. يعني ليك هنا بقدر رب العالمين عندك الفرحه والسعاده الايام القادمه، وانت هنا يعني بذكاء، يعني بذكائك هتقدر تبعد عن اي نقاشات توقعك او مشاكل او اي نقاشات توقعك في المشاكل، انت بغنى عنه، الحظ هينفتح معاك قريبا، وكأنه شايفك هتقدر تخرج من التقيد والتكتيف اللي انت فيه، اللي انت يعني اللي انت موجود فيه. في انسان هنا، انسانه مقربه منك، بتتكلم يعني في ظهرك بالباطل، بتتكلم في ظهرك في الباطل، واحذر من الاستغلال العاطفي، احذر من الاستغلال العاطفي، لانك هتتعرض له وهتتعرض معاك لمشكله مع حد المقربين. وشايف هنا وبينك هنا وما بين نفسك، يعني شايفك هنا بتحس بظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصرك عليهم. شايف هنا شخص، يعني الشخص ده بيحاول يرجع ياخذ مكانه من جديد في قلبك او لقلبك، بس انت هنا هترفض رجوعه. شايفك رافض رجوعه مرة ثانية. الفترة دي، شايف الفترة دي، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، شايف عندك شوية تعب، عندك تعب في الاسنان، وانا يعني شايفك هنا هتبدأ تجمل او تجيب امور في شكلك، او تعمل حداثة في شكلك، هتغيرك على يعني شخص العادات والتقاليد. شايفنا انت متغير على عادتك وتقاليدك، احذر النميمة والفتنة اللي ممكن تكون دايرة حواليك، احذر النميمة والفتنة اللي ممكن تكون دايرة حواليك في مشكلة مع شخص له هتكون انت طرف فيه. شايف يكون انت طرف فيها، افكارك السلبية ملهاش يعني اي وجود في الحقيقة، في هدية غالية، انا شايف في هدية غالية بتدي لك، الهدية دي غالية وبتجي لك، بتقعد يعني شايف بتقعد مع شخص له مكانة كويسة، وبتقدر يعني مكانته الاجتماعية، يعني بتكون معاه في شغل او بتكون حادي. في خصام هنا، خصام دي بينك وما بين شخص مقرب، بينحل الخصام ده على خير، بينحل. في انسان هنا يعني انا شايف هنا انسان يعني قمحوية البشرة، يعني قمحوية وشعرها مقعد، الست دي يا ريت تحذروا منهم. شايفينها الفترة الجاية في نجاح عندك، شايف في نجاح، شايف ان الحبيب يعني الحبيب محتاج لوقفتك معاه. شايف هنا اتنين، شايف هنا
اوقات يعني وبتتعاملوا مع بعض، انتوا الاثنين شايف اوقات بتتعاملوا مع بعض كويسين، وساعات يبقى في مشاكل بدون سبب، ساعات بيكون نفور، ساعات بيكونوا مش طايقين بعض، ساعات مش مستحملين اي كلام او مستحملين اي اشي. النفور اكتر حدا، والمشاكل اللي بدون سبب، حتى الاطفال عندهم ضغط او تعب. شايف عندك برضو الدعم دايلك من طريق السفر، من طريق السفر قدامك طريق السفر مفتوح، ان شاء الله يكون فيه الخير والسعادة ليك باذن الله تعالى. اللهم صل على، في فرحة هنا اللي في ارض بيتك دي، الفرحة دي في ارض بيتك، ان شاء الله تكون فرحة بمولود او خطوبة او زواج. لفرحة بمولود أو خطوبة أو زواج، عندك زواج إن شاء الله أو خطوبة في أرض بيتك بإذن الله تعالى فيها الفرحة. في منكم هنا يعني شافوا بيشتري منزل أو بيشتري مسكن، بيشتري منزل أو عايز يشتري منزل، بيجهز مبلغ أو مستني فراجات مالية تديله علشان يشتري المنزل أو المسكن التدي، إن شاء الله هيكون فيه بشرة خير بإذن الله تعالى. بس أنا عايز منكم هنا تخلصوا من السحر، تخلصوا من السحر وتبعدوا عن الست دي اللي بتتعامل بالسحر أو بالأعمال، ابعدوا عن الست دي واخلصوا من السحر اللي عندكم عشان موقف معاكم حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة واقفة معاكم، مع إنه الرزق دايلك بإذن الله تعالى. الرزق دايلك مهما تروح وتيد، رزقك دايلك دايلك، رزقك دايلك دايلك، اللي مكتوب لك هتشوفه بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. فضلوا ليس أمرنا أحبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك أخواتنا في الله. بسم الله الكاشف، شايف هنا الفرحة ديالك، الفرحة ديالك بإذن الله تعالى، في نصرة على الناس اللي أذتك، الناس دي أذتك كثير، عندك نصرة، هتكون فرحان لأنك منصور، عندك النصرة بإذن الله تعالى. يعني شايف الناس دي ماشي أذتك بس عندك نصرة على الناس اللي أذتك كثير، يعني الناس دي سببت لك أذى كثير. شايف في شفاء، شفاء من مرض واستقرار صحي لحد عزيز على قلبك، شايف عنده شفاء بإذن الله تعالى، رح يشفي من مرض أو من تعب صحي، رح يشفي. بلاش التفكير الكثير لأنكم يا تعبانين وتفكيركم مشتت، في أيام حلوة داية وتغيرات للأفضل. مش كان شايف ماشي كأنه كان في مشاكل عاطفية وعدم استقرار، يعني أنت بحاجة للهدوء والاسترخاء، في سعادة قريبة بسبب خبر أو مكالمة، بسبب خبر أو مكالمة. عندك شفاء من سحر أو مس قديم، عندك شفاء بإذن الله تعالى. في فرصة هتديلك هنا، يعني هنا فرصة هتديلك في غاية الأهمية، حاول إنك تستغلها، لأن أنت هنا مريت بتجربة صعبة، حاولوا أن تتعلموا منها. شفاء لأحد الأقارب، نصيب قريب وفرحة، نصيب قريب وفرحة، يدق بابك هنا الخير بدون كسل، ردد يا رب بدون كسل، ردد يا رب كثيرا. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم وإياكم جميعا يا رب العالمين. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. والسلام عليكم.